المعمل بتاعها. كان في اشتباه النهارده في حاله كانت أيوة. كانت حاله أيوة. 41 تمام. احنا سحبنا عينات منها، خدنا عينات بلط وخدنا عينات ابيثيليوم وحطيناها طبعا على البي بي اس. تمام. بس علشان احنا هنبقى يعني انت دي حاله اشتباه فحضراتكم طبعا بنبعتها معهد بحوث صحه الحيوان في مصر. تمام. بحيث ان احنا نعرف النتيجه سلبي او ايجابي. شفت بقى الحملات دي هتنفع في ايه؟ هنعرف ايه لو في مشكله مرضيه، لو في انواع جديده. تمام. علشان خطه التحصين يا اما تتعدل ونغير نوع اللقاح، يا اما نظل زي ما احنا. اذا كان هو في حاجه دكتوره منى بعد اذن حضرتك، احنا نعم. بعد كده بعد ما نحصن المفروض يكون متابعه من المعهد عندنا، نعمل ايفالويشن هناخد عينات وده بيحصل. هناخد عينات عشوائيه من اماكن كتير عشان نشوف التحصين كان كما يجب ولا لا. ملف يمثل أهمية كبيرة جدا، مش للمحافظة بس، لا لمصر كلها. تعرف حضرتك ان احنا عندنا يمكن عجز كبير جدا في انتاج اللحوم، فاذا ما كناش هنبدأ من القاعدة العريضة اللي هي بتربي دي ونحافظ على اللي هم مربينه، يبقى احنا برضو بنخسر. واخبار حضرتك، انا يهمني قوي في الموقع ده ان انا اوجه كلمة ونصيحة لكل فلاح مربي يجري هو على التحصين،